السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بالمجلس الصحي السعودي بيعلن عن توفر عدة وظائف إدارية وقانونية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى. إذا دخلنا على الصفحة الرئيسية للمجلس الصحي السعودي سوف نجد هذه الوظائف وتفاصيل كل وظيفة، مثلا أخصائي قانوني ممارس، نجد كل الوظيفة والتخصص والمؤهلات المطلوبة والتفاصيل. لو ضغطنا عليها سوف يعطيك كافة التفاصيل الخاصة بالوظيفة وتاريخ نشر الوظيفة وتاريخ انتهاء نشر الوظيفة وغيرها من الأشياء. إن شاء الله سنتعرف في هذا الفيديو على طريقة التقديم على هذه الوظيفة بكل سهولة وطريقة التقديم على أي وظيفة تندرج على جميع الوظائف. مثلا لو اخترنا اخصائي صحة عامة او اخصائي قانون ممارس نقوم بالضغط على كلمة تفاصيل، سوف تظهر لنا رقم الوظيفة والمسمى الوظيفي والوصف الوظيفي، درجة البكالوريوس، الماجستير في مجال القانون، الانظمة، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نفس المجال بالنسبة للماجستير، خبرة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة للبكالوريوس وغيرها من المواصفات. طبعا الوظائف المطلوبة أخصائي قانون ممارس، أخصائي صحة عامة، مصمم جرافيك، مدير إدارة التبادل البيئي للمعلومات، مدير مشروع، منسق لجان، مدير عام الإدارة العامة الاقتصاديات والسياسة الصحية الوطنية، مدير إدارة التمييز المؤسسي، مراجع داخلي أول، نضغط على مراجع داخلي أول. التفاصيل، هذه هي التفاصيل الخاصة بهذه الوظيفة. نضغط على تقدم. يتوجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من التقديم. لابد أن يكون لديك حساب هنا في المجلس الصحي السعودي، تقوم بكتابة البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور ثم الرمز الذي يظهر هنا. إذا نسيت كلمة المرور تضغط هنا، إذا لم يكن لديك حساب أساسا هنا تضغط تسجيل. تقوم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري، سوف يظهر بالميلاد، أو تقوم بكتابة الميلاد يظهر بالهجري، ثم بعد ذلك دخول، تظهر معك هذه الصفحة عند الدخول. تقوم بكتابة الاسم الأول والاسم الثاني والاسم الأخير، الاسم الأول بالإنجليزية، الثاني بالإنجليزية، والأخير بالإنجليزية، ثم الجنس ثم الجنسية والوظيفة الحالية والوظيفة الاجتماعية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيد المرور، المؤهل والتخصص العام والتخصص الدقيق، سنوات الخبرة، الجامعة، بلد المنشأ، الدراسة، رقم الجوال، ثم اختيار السيرة الذاتية، ثم بعد ذلك تضغط على حفظ، وبذلك تكون قد أنشأت لك سيرة ذاتية وتقدم في الموقع على الوظيفة التي تريدها. أتمنى طبعا للجميع التوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.